لكن كانت المشكلة الرئيسية في مبادرة الملك عبد الله، مبادرة وُئدت في لبنان، وأعتقد أن الملك عبد الله الله يرحمه ما كان مدرك أن المبادرة وُئدت في لبنان، لأن المبادرة كانت عامة، لأن أنت مقدم مبادرة ما تريد تدخل فيه التفاصيل. السوريين ضد المبادرة بالكامل، وأعطانا محاضرة طويلة، وأنا قلت طلعت في مقابلة في نفس الوقت وقلت تحفنا بمقابلة أو بمحاضرة الرئيس السوري. كان ذيك الوقت علاقتنا معهم لسه مش جيدة مع السوريين. حافظ الأسد؟ لا، بشار. بشار هو اللي أعطى المحاضرة. أي. فصار في أن السوريين رافضين المبادرة. بعدين صار نقاش بينهم بين السعوديين يمين يسار كذا، طلعت طفولها بالنسبة للاجئين اللي في الخارج الفلسطيني، إنه عودة اللاجئين في الخارج. طبعا هاي تقتل المبادرة بالكامل، لأن إذا بتقدم مبادرة هذا التفصيل يكون من ضمن النقاش اللي بيكون في مفاوضات. في المفاوضات، هذا رأيي أنا الشخصي. تفاجأت أن السعودية وافقت. علي صالح كان موجود في وأنا كان طبعا العلاقة معه جيدة، قال لي أنه خلص المبادرة اتفق عليها، فقلت له هي وُئدت. فهو الميكروفون يعني كان الظهر شغال، فقال لي كيف يعني وُئدت؟ فسكرت الميكروفون وقمت، ففوجئت واحنا جالسين. انا طبعا يرأس الوفد كان الشيخ عبد الله بن خليفه، وانا في الكرسي الخلفي، ففوجئت انه علي صالح جاي وجالس جنبي على الكرسي اللي قوم اللي من عندنا من الوفد، جالس جنبي. قال لي يعني ايش المبادره وُئدت؟ قلت يا علي يعني ضافوا لها كذا كذا، فانتهت. قال لي وجلس يدردش معاي، وكان يعني كانت ملفتة الجلسة والدردشة بدون دخول في تفاصيل. فوئدت المبادرة. المصريين شنو كان موقفهم؟ المصريين كانوا يريدون السوريين يتفقون مع السعوديين، والمصريين عارفين ان هي وئدت، وما كان عندهم مانع، لأنه مصر موضوع السلام حساس، لازم يخرج من مصر مش من السعودية ولا من أي مكان آخر. فالمصريين خلاص اطمنوا أن الموضوع مات، أن اللغة منحط فيها والسعودية قبلت. هل السعودية كانت عارفة مش عارفة؟ ما عارف.